لما جه بيعمل قارئة الفنجال في سنته الأخيرة كان يكلمني في التليفون: أنت بتصور النادي الدولي إمتى؟ أقول له يوم السبت. يقول لي: طب أنا السبت عندك. ويجي من لندن قال لي: إيه، هات نيلي واطلب لي فنجال قهوة في التسجيل. فطلبت نيلي، قلت لها: عبد الحليم عايزك في الحلقة. فجت نيلي، فنجال قهوة، ده ما بشربش قهوة، وجايب هو معاه ديوان الشعر بتاع نزار قباني. وبعدين ابتدى الكلام، فجأة قال لي: القهوة، شرب القهوة، قال لها: خدي القهوة، اقلبي الفنجال يا نيلي. نيلي قلبت الفنجال، وبعدين بص كده وقال: جلست والخوف في عينيها تتأمل فنجالي المقلوب. ايه الحكاية دي؟ الغنوة الجديدة اللي انا بعملها لنزار قباني، وكلامها كذا 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 كذا. عمل دعاية غير مباشرة للغنوة اللي بيفكر يعملها ولسه هتطلع بعد شهرين. اخرجها هو للبرنامج بعبقريته والذكاء الفني اللي هو بيتمتع بيه، واللي لابد يبقى كل فنان عنده شيء من هذا الذكاء الفني. عبد الحليم كان 99% ذكاء فني. اول مره يغني اغنيه قارئه الفنجان، فانا يوميها رحت له، بروح له قبل الحفله بحوالي مثلا بروح له الساعه 7:30 8، بيكون نايم، يصحى من النوم، ياخد شاور، يفطر بتاع، واخش اجهزه، ويجي الاستاذ محمود لبيب يعمل له شعره، او تيجي السيده فاطمه بكري تعمل له شعره، وبننزل. انا كنت اصطحبه لغايه المسرح، كنت احب اروح معاه المسرح واحب اتفرج عليه وبيغني. واقول في اليوم ده انا دخلت له على غرفه نومه، لقيته شعره المتهدل ده، صباح الفل يا استاذ، مبروك الاغنيه الجديده وبتاع. وبص لي كده قال لي: الله يبارك فيك. يلا ابتديت احط حاجتي وابتديت اشتغل. فجي عبد الرحيم، دايما انا كنت متعود مع كل المطربات والمطربين اللي اشتغلت معاهم انه بيبقى يوم الحفله لايف، بيجيب الشريط بتاع الاغنيه، بيكون سجل الاغنيه وانا بعمل مكياج، بيقعد يسمعها قبل ما يطلع الحفله. فجي عبد الرحيم بكاسيت بتاع قارئه الفنجان وبيحطه في الجهاز الكاسيت عشان يسمع عبد الحليم. لقيت عبد الحليم قال له: لا 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 لا، مش عايز اسمع حاجه. قلت له: يا استاذ. قال لي: انا مش عايز اغني الاغنيه دي، والله ما عايز. الله يسامحك يا نزار، هو اللي قاعد يزن على دماغي، دي اغنيتك يا عبد الحليم، اغنيتك يا حليم، بتخلي ما فيش حد غيرك يغنيها، ما فيش حد هيحسها غيرك، انما ما اعرفش، مش قلبي مقبوض منها يا محمد. قلت له: يا استاذ، دي غنوه زي الفل وغنوه جميله، وان شاء الله ربنا يكرمك، كلام العادي المعسول. خلصنا، والمهم فعلا ما سمعش الاغنيه. ركبنا ورحنا على نادي الترسانه، كنت انا معاه والدكتور هشام عيسى الطبيب الخاص بتاعه معاه، وكان الاستاذ عصام بوصيله رحمه الله عليه، واحنا داخلين مسرح الترسانه، نادي الترسانه، لقينا واحد: يا استاذ عبد الحليم، يا استاذ عبد الحليم. قال له: نعم. قال له: يا استاذ، انا ترزي، فصلت لك جاكيت، فعلا ما يلبسوش غيرك. قال له: يا حبيبي ربنا يخليك. وراح فاتح الشنطه اللي فيها الجاكيت، ولقينا جاكيت كله فناجيل. عبد الحليم راح ضحك، قال له: ده يعني بمناسبه قارئه الفنجان؟ قال له: يا استاذ. قال له: طب ميرسي يا حبيبي، كتر خيرك. قال له: لا تلبسه. قال له: البس ايه؟ قال له: لا تلبسه، امال انا عامله لك ليه؟ انا عايزك تلبسه وانت بتغني. قال له: لا يا ابني، انا لابس اهو جاي جاهز. قال له: لا يا استاذ، البسه. بعصبيه فجأة لقيت عبد الحليم صار، طبعا احنا ما اديناهوش فرصة ان عبد الحليم يتصرف معاه، كلنا احنا تصرفنا مع الواد ومشيناه. دخل عبد الحليم بيبقى فيه كوشة كده صغيرة بعملينها له قبل ما يطلع المسرح، فقعد حزين وبينفخ وعصب، كله بقى بيحاول يعني يراضيه، دكتور هشام عيسى وعصام بوصيلة. قال له: خلاص يا اخ، ده واد مخمول يعني، ما تزعلش نفسك. فدخلت الاستاذ احمد فؤاد حسن قائد الفرقه الموسيقيه، قال له: يا حليم، ايه مالك؟ قال له: والله مش عايز اغني يا احمد، عايز امشي. قال له: يا نهار اسود، ليه؟ ده الناس حلوه وجمهور حلو وحفله جميله. شجعوه طلع.
فطلع منفعل على خشبة المسرح، فابتدت الناس تستقبله كالعادة. على فكرة ما كانش أوفر، هو اللي كان من جواه بتنشن ومتعصب من الحاجة اللي حصلت له، وخايف من الأغنية اللي هيغنيها، خايف من عواقبها. ده هو اللي حاسس، مش احنا اللي حاسس. احنا بنسمع لحن جميل، انما اللي بيغنيها بقى حاسس بكل ما وراء كل جملة مكتوبة في شعر هذه الأغنية. دي واحدة بتنذر قارئها بالموت وبالدمار، كلها أغنية تعتبر فيها اكتئاب وفيها رؤية مستقبلية سودة. كان حاسس هذا الإحساس وشايف هذا الإحساس، طلع على المسرح، ابتدت الناس تصفر، ابتدت الناس، فابتدى يكلمهم يقول لهم الغنوة دي صعبة، الغنوة دي عايزة سمع، الغنوة دي يا أخوانا عايزة اهتمام بالسمع، مش غنوة تهريج. برضو ابتدت المقدمة الموسيقية قبل ما يغني، ابتدت الناس في حالة هيجان، وابتدت الناس في حالة ثورة، وابتدت في حالة تصفير. فقال لهم في ايه؟ ايه حكايتكم؟ لو بتعرفوا تصفروا انا كمان بعرف اصفر اهو، وراح مصفر. انا لقيت الجو متوتر، وعمرها ما حصلت في حفله لعبد الحليم حافظ في حياته. وغنى هذه الاغنيه وكانت اخر اغنيه في حياه عبد الحليم. بالفعل احساسه اللي كان جواه ان الاغنيه ديت فعلا اغنيه الشوق مع علي، اغنيه الشوق مع علي. كمان انا بعرف اصفر وبعرف اتكلم وبعرف ازعق. ها في السنين الاخيره لما المرض اشتد عليه الله يرحمه كان بياخد حقن قبل ما يطلع المسرح في الوريد علشان يقدر يقف وما يفاجئوش النزيف وهو بيغني، لأن الغنى كله بيعتمد على الحنجرة والعرب والحاجات دي، فكان في صعوبة. والمرض اللي عنده كان في المريء، فكان بيبقى في صعوبة لما كان ياخد الحقنة جوه في الكواليس، ما كانش يخلي حد يشوفه ولا صحفيين، لأنه كان في بعض الصحفيين قالوا عليه بيتمرد. هو ما كانش بيتمرد، بالعكس هو ما كانش يحب ان حد يعرف ان هو الحاله اتقدمت في مرضه قد ايه. قالوا عليه انه هو مخرس بس هو بيغني، او صادق هو بيغني، لكن هو كان ذكي وصادق لما يحب يبقى صادق، كريم جدا في قعدته، دمه خفيف جدا في القعده. استطاع عبد الحليم ان يخلوا الملوك والرؤساء هي اللي تجري وراه وتيجي لحد بيته، بينما الاخرين برعوا في ان هم يحاولوا يروحوا للامراء والملوك ويتسوقوا صداقتهم. عبد الحليم كانوا يجوا لحد عنده ويتسابقوا ازاي يرضوه. منهم اشهرهم كان الملك، الله يرحمه الملك الحسن ملك المغرب، كان بيعشق عبد الحليم، يبعت الطيارة توديه لباريس عشان يتعالج، وهو عبد الحليم حافظ ما مدش إيده لحد ولا ده، هو عبد الحليم. عبد الحليم كان في ضيافة الملك محمد الخامس، وكان محبا لغناء عبد الحليم وفن عبد الحليم بعد فترة عداء شديدة، لأنه ذهب من يعرض على جلالة الملك محمد الخامس أغنية كان عملها عبد الحليم لانتصار ثورة الجزائر، ووصلوها للملك الخامس على أنه الغنوة دي عملها عبد الحليم مناصرة للجزائر في حربها مع المغرب، فأمر بطفي النور تماما عن عبد الحليم كغناء وشرايط و و و و والمسألة وصلت لمصر
وعبد الحليم بعت رسالة صوتية للملك الحسن وقال له فيها حقيقة الغنوة، وختمها بجملة ياخد من عمره ويديك. المسألة دي ترتب عليها دعوة الملك الحسن لعبد الحليم، وعادت المياه مرة أخرى متدفقة بكل الحب بين الحسن الذي كان يرعى عبد الحليم لآخر يوم في حياته. وقال لك أنه لما حصل الانقلاب كان عبد الحليم في الإذاعة عشان بيسجل غنوة، كنا معاه في الإذاعة وكلنا نمنا، دخلوا بضرب النار وكلنا نمنا على بطننا لأن الرصاص كان فوق بطن فوق دماغه. فهم راحوا جايبين شادين عبد الحليم عشان يقول البيان بتاع الثورة ضد الملك الحسن. فعبد الحليم قال لهم تقدروا تقتلوني، إنما أنا مش شغلتي إن أنا أقول بيان أو أقرأ أشياء من هذا القبيل، أنا راجل ضيف ورجل ضيف على الملك شخصيا ولا يمكن إن أنا أقول هذا. لدرجة إنهم هددوه بالقتل، قال لهم خلاص اقتلوني. أنا بقول في اللحظة دي كنت بحترم عبد الحليم لأنه كان ببساطة عشان يفدي نفسه يقول لهم معانا مذيع خدوه. فالحمد لله يعني ما لا هو فكر ولا عملها الحمد لله. وكانت النتيجة إن بعد فشل الانقلاب زادت العلاقة نتيجة هذا الموقف بين الحسن الثاني وما بين عبد الحليم، وزادت حالة الرعاية والمتابعة له في كل مستشفيات العالم. يعني أعتقد إنه هو كان حريص الحسن على إنه يتابع حالة عبد الحليم، لدرجة إنه عمل شكل لجنة من كل الأطباء اللي عالجوه في أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا ومصر، وجم قال لهم اعملوا لي تقرير عن حالته. قعدوا معاه 10 أيام قبل غنوته الأخيرة قارئة الفنجال، وتابعوه في كل المراحل، وكتبوا التقرير التالي إلى الملك الحسن. قالوا له إن هذا المخلوق لا يمكن يصلح لأنه يعيش كتير، لأنه بيبذل من المجهود اللي بيعمل له النزيف اللي لا يستطيع أن يقاوم، لكن مات السعادة اللي بتتحقق له من نجاح أغانيه هي اللي بتخليه يقاوم النزيف. دعوه يغني. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجاني.